الاستقرار الاقتصادي الإسرائيلي في خطر، هكذا كتبتها آرتس في صفحاتها اليوم. ترى الصحيفة أن حالة الذعر التي تسيطر على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب الليكود قد تهدد الاستقرار النسبي للاقتصاد وتجره إلى أزمة مالية. وفقا للصحيفة، فإن نتنياهو بادر إلى تشكيل لجنة وزارية خاصة ستقوم بالاجتماع بمجموعة من المحتجين، وذلك للاستماع إلى مشاكلهم واعتراضاتهم والعمل على تطوير خطط العمل. وبحسبها آرتس، فإن السماء في مثل هذه الظروف ستكون الحدود، وهذا ما أعلنته عمليا وزارة المالية، والتي بيّنت أن تلبية مطالب المحتجين ستحتاج إلى 60 مليار شيكل، وهو مبلغ خيالي. ترى الصحيفة أنه عوضا عن فتح الخزينة العامة، ينبغي على نتنياهو معرفة الأسباب من وراء حالة الإحباط التي تنتاب الطبقة الوسطى في إسرائيل، وهي التي تتحمل عبء الاقتصاد وتبعاته.